برد قلبك. أقل سكر وبدون حافظ. اكتشف كل النكهات. رويبا آيسي، شاي مبرد. كما قلنا قبل الفاصل، نفتح ملفنا للنقاش الذي خصصناه لهذا الموعد الإخباري. يوم الهجرة دفع قوي للثورة التحريرية وتجسيد لوعي المهاجرين بمصير وطنهم. الذكرى 59 لمظاهرات 17 أكتوبر، تطلعات الجالية الجزائرية تعود للواجهة. وزير المجاهدين: الجزائر ستظل متمسكة بحقوقها لتسوية ملفات الذاكرة. مشروع الدستور: للجالية الجزائرية دور اقتصادي واجتماعي هام. كل هذا أكثر مع الأستاذ عبد القادر حدوش، الأستاذ الجامعي والنائب البرلماني عن الجالية، سابقا يحضر معي في مداخلة عبر الهاتف وعلى المباشر من فرنسا. أهلا بك سيدي الكريم. تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. شكرا لقبولكم هذه المداخلة. العفو. في بداية سيدي الكريم، الذكرى 59 لمظاهرات 17 أكتوبر، تطلعات الجالية الجزائرية أكيد تعود للواجهة، ليس كذلك؟ وهو كذلك. نعم، اليوم هو ذكرى 59 لمجزرة 17 أكتوبر 61. كنا على مارسيليا عبر اتحاد الجامعيين الجزائريين والفرنكو الجزائريين الذي أسسه منذ حوالي 15 سنة، نحيي هذا الذكرى المجيدة كل سنة يعني بملتقيات فكرية وعلمية، ولكن لهذا السنة كان يعني سياق صحي يعني اللي خلنا يعني إعادة الاعتبار لهذا الحدث يكون بطريقة أخرى من خلال مشاركتنا غدا في حصة شرح في يعني قناة الإذاعية غاديو غزال على مستوى مارسيليا. ف 17 أكتوبر 61 هو يعني محطة مهمة، محطة أساسية، محطة فاصلة وحاسمة في المسار المنظري التحرري في كفاح الشعب الجزائري من أجل استرجاع يعني سيادته وحريته واستقلاله الوطني. يجب أن نذكر فقط أن هذه الذكرى يعني هي يوم خرج فيه الجزائريون بطريقة سلمية من أجل فقط يعني البور مانيفيستي، من أجل فقط يعني المشاركة في مسيرات يعني سلمية ضد حظر التجوال الذي قرره حينذاك بريفي موريس بابون، اللي يتعلق فقط، فهي كان قرار يعني عنصري يمنع فقط الجزائريين من الخروج أو من التجمهر، فخرجوا بالمئات بل بالآلاف. وكانت مع الأسف يعني مقابلة السلطات الاستعمارية بموريس بابون آنذاك هو رد فعل وحشي دموي لسلطة لم تراعي الحد الأدنى من الإنسانية، رغم كما قلت الطابع السلمي لهذا الاحتجاج للجزائريين والجزائريات حينها، الذي فقط يعني احتج ضد ما يسمى ب لو كوفرفو. فالمجزرة كانت رهيبة شنيعة، ويجب أن يدرس هذا الآن في كتب التاريخ ويعيد إحياء هذه الذاكرة هذا اليوم بالحجم الذي يتناسب وكثافته التاريخية، لأنه فقط الذاكرة ما هوش فقط ماضي، الذاكرة هي كذلك حاضر، الذاكرة هي الأكيد أن يوم الهجرة كان دفع قوي للثورة التحريرية وتجسيد لوعي أيضا المهاجرين بمصير وطنهم. سيدي الكريم، في الحاضر الآن، أي مستقبل الآن للجالية الجزائرية في ظل ما تعرفه فرنسا من توجهات جديدة في سياستها تجاه المهاجرين وخاصة من الجانب الديني كما تابعنا أيضا الفترة الأخيرة؟ ثاني، إذا تكلمني عن المهاجرين الجزائريين، أعتقد الآن ما في جيل ثاني ثالث ورابع، يعني المكون السوسيولوجي تغير كثيرا وأصبح جزء كبير من هذه، أنا أسميها لا أقول المهاجرين إنما المجموعة الوطنية الموجودة في فرنسا، والأغلبية الساحقة يعني منخرطة ومنسجمة تماما يعني في المؤسسات الفرنسية سواء كانت اجتماعية اقتصادية وسياسية. وأعطيك مثلا، أنا أعيش في مارسيليا، لأول مرة في عمدة مارسيليا عنده ثلاث يعني من النواب من أصول جزائرية، أعتقد هذا مكسب. الآن بنات وأبناء المجموعة الوطنية في فرنسا فهموا أن عليهم أن يقلبوا موازين القوى لصالحهم بطريق الانخراط والنضال السلمي والذكي، والفوز والنجاح والتفوق في العمل وفي المدرسة وفي الجامعة وفي كل المؤسسات وجميع القطاعات. أعتقد أن الآن
يعني يجب أن نظرتنا لهذه الجالية يجب أن تتغير. فالجالية الآن فيها يعني في أوساطها كفاءات علمية فكرية اقتصادية وسياسية، والمجتمع المدني كان له دورا أساسيا في ما تحصلت عليه الجالية في هذه الاعترافات من قبل السلطات الفرنسية بالاعتراف ب 17 أكتوبر وغيرها. وهذا لا يكفي، بل يجب أن يستمر النضال وأن يستمر أكيد. العمل عن طريق هذا المجتمع المدني، ويجب كذلك أن سلطات البلد أن تدعم عبر يعني المؤسسات القنصلية المتواجدة حوالي عندنا الآن 18 قنصلية جهة عن السفارة، يجب أن تدعم هذا المجتمع المدني وأن تدعم هذه الحركة الجمعوية التي تعمل لصالح دائما يعني البلد وصالح المجموعه الوطنيه. اكيد، وهذا يدخل في تطلعات الجاليه الجزائريه. احنا نريد ان نربط بين ذكرى 59 مضار 17 اكتوبر والحاضر والمستقبل، ايضا الجاليه الجزائريه اكيد لها تطلعات كبيره الان، وهذه التطلعات تعود دائما للواجهه مع كل حدث تاريخي او حدث في فرنسا في حد ذاتها الان. كيف يمكن الآن للجالية الجزائرية الآن أن تحقق تطلعاتها هناك في فرنسا؟ هل أصبحت الأجواء مواتية لكل ذلك؟ هو لم تكن في يوم من الأيام الأجواء مواتية، لم تكن الظروف سهلة بالأخص للجزائريين والجزائريات، وهذا لأسباب تاريخية معروفة، يعني استعمار مكيت لمدة قرن و32 من الزمن، فكان دائما يعني البعد التاريخي يعني الثقل التاريخي يعني ربما يجعل الأمر صعبا للشباب من الأصول الجزائرية من أجل الحصول على عمل، أو ولكن هذا لم يمنع الكثير من بنات وأبناء الجالية أن يفرضوا أنفسهم كأحسن طلبة في الجامعات وكأطباء وكمهندسين وكعلماء وكمفكرين وكناشطين جمعويين وسياسيين، وهذا ما يجب أن نراهن عليه، وهذا ما يجب أن ندعمه من أجل أن تكون هذه الجالية قوة ضاغطة يعني تزيد يعني تعيد الاعتبار لهذه الجالية كجالية كبعض الجاليات اليهودية والأرمينية وجاليات التركية إلى غيرها. يجب أن نكون أن نستفيد يعني لابد أن ننظم، وأعتقد أن أراهن كثيرا على دعم السلطات الجزائرية، ولا أعتقد أنه يعني أنه فيه يعني يجب أن تكون يعني الدعم يتواجب وحجم التحديات المفروضة، ما لازمش نكتفي بالمكاسب التي تحققت حتى وإن نحتفظ أنه فيه تغير نوعي وكمي، وهذا الذي يجب أن يستمر، وهذا الذي يجب أن يكون يعني الآن تعرف المشاكل المطروحة بسبب يعني ما يسبب الإسلام والهجرة وكذلك أدوكسهم لكاتريج والإسلام لميغراسيون يعني كل ما له علاقة بالبطالة كالأخير دائما له نربطه بالإسلام وبالهجرة من أصول العربية والإسلام. هل تحاول ربما في هذا السياق سيدي الكريم، هل تحاول ربما فرنسا أو النظام الحاكم في فرنسا الآن صرف النظر عن المشاكل الحقيقية بخلق أو بالعودة إلى حياكة فزاعة جديدة للإسلام في ظل ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو ما صار يسمى الآن بالانفصال الإسلامي وسط لوبيات تخدم مصالح ضيقة في فرنسا؟ هو المجتمع يعني السياسي في فرنسا منقسم، والسلطة السياسية ما هيش سلطة دائما منسجمة، وبالتالي لما تكون عندهم مشاكل وما يقدروش يواجهوها يعني فيه تيارات يعني متطرفة تريد أن تجعل من هذا الإسلام ومن المهاجرين أو من الفرنسيين من الأصول الإسلامية والعربية يعني هي كذلك يعني مصدر للإرهاب ومصدر للفقر ومصدر للشوماج ماسيف إلى آخره، لكن هذا أعتقد أنه فيه الآن ما عادش هذا التيار يعني محتكر للساحة، لأنه كما قلت لك سابقا أبناء الجالية الآن أصبحوا متواجدين في كل المناصب، وهذا ربما اللي بدأ يقلق نوعا ما الدوائر التي عندها يعني فكرة وعندها رؤية، وتشوف باللي إذا استمر الوضع كذا يعني من ناحية الديمغرافية ومن ناحية العملية قد ربما يقلب موازين القوى، لأنه الآن الكثير من أبناء الجالية كما قلت لك فهموا أن الرهان لا يكون إلا عن طريق نضال والعمل الجمعوي الذكي المنظم من أجل يعني الحفاظ على ما تحقق من مكاسب والعمل من أجل الحصول على مواقع ومكاسب إضافية. إذا تكلمت على يعني صعيد الكلت يعني العبادات الآن حوالي 2500 مسجد
إضافة على يعني شكون قال لي سال دو بريير، هذا مكسب. والآن فقط المجموعة الوطنية كذلك يتعلق الخطاب، يتعلق الأمر بالخطاب الديني، فهي بحاجة إلى خطاب يعني يكون يتماشى وما يتطلبه وما تقتضيه المرحلة. يسون بيزوان دان ديسكور سافون، دان ديسكور يعني ليتناسب وما يحبوهما حتى لا يكونوا ضحايا تلك التيارات، لأنه كذلك الآن يعني ما لازمش الجالية تكون يعني رهينة بين التيار يميني شعبوي متطرف يريد دائما أن يجعلها هي السبب لكل ما تعرفه فرنسا من مشاكل، وكذلك أقلية احتيار حتى وإن كان هو أقلية يعني يستعمل يعني الخطابات العنيفة والممارسات التي تسيء للإسلام والمسلمين. هذه حقائق يجب أن نعترف لها. لهذا قلت لك الآن المجتمع المدني في كل فرنسا، المجتمع المدني وهنا أتكلم عن بنات وأبناء المجموعة الوطنية الجزائريين والجزائريات، فهموا أنه ما لازمش يطيحوا يعني في كنا قال هذا البياج دو بروفوكاسيون تاع اليمين المتطرف اللي ما هو مش فقط في مارين لوبان، مارين هي معروفه، ولكن كاين تيارات اخرى فكريه وايديولوجيه توافق الطرح مع الاسف يعني هذا 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 التيار. وبالتالي يجب ان يعني نقلب موازين القوى يعني سياسيا وفكريا واعلاميا ومجتمعيا، وكذلك على صعيد يعني المشهد الجمعوي. اكيد قلت قبل قليل بان العديد من ابناء الجاليه الجزائريه بفرنسا فرضوا وجودهم هناك من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، كيف يمكن أن تستفيد الآن الجزائر، وفي عجلة فقط لو سمح سيدي الكريم، كيف يمكن أن تستفيد الجزائر من جاليتها بما يخدم مصالحها الاقتصادية وأنت تعرف جيدا الوضع الراهن في البلاد؟ هو يجب أن نجد الدولة تجد الآليات التي تسمح بنات وأبناء المجموعة الوطنية في فرنسا في أوروبا في كل مكان، والآن يعني الجالية موجودة بقوة، الجالية الجزائرية في العالم، يجب على الدولة أن تجد الآليات التي تسمح لكل من له كفاءة وقدرة أن يقدم إضافة للجهد والبناء الوطني أن يقدمه. كما نعطيك مثل المثل الكروي يعني جمال بالماضي هو أحسن مثال، أعتقد أنه إنسان أبرز من خلال يعني وقت وجيز يعني على قدرته في العطاء ويعني إعطاء يعني الأمل للجزائريين والجزائريات. أعتقد أنه الآن نحن بحاجة إلى حلم مشترك بين جميع الجزائريات والجزائريين على اختلاف مشاربهم وألوانهم وانتماءاتهم ورؤاهم الإيديولوجية والسياسية، أن نعمل من أجل بناء وتعزيز الوحدة الوطنية. أكيد في هذا السياق أيضا سيد الكريم الوطنية. وفي سؤال أخير لو سمحت لي سيد الكريم وفي دقيقة لو سمحت، ما المطلوب الآن لتنظيم الجالية أكثر، خاصة وأن هناك مسائل تتعلق بالتمدرس والهوية وتعزيز أيضا كما قلت قبل قليل ارتباطهم بالوطن وحتى بالنسبة للتكافل الاجتماعي؟ هو شوف مثلا عندك في بعض المدن الكبرى هنا في فرنسا وين عندك حجم هائل من الجالية، على الأقل أنه تكون في دور جزائرية بميزون دالجيري وين تكون يعني عبارة عن فضاءات ثقافية وفكرية تسمح لأبناء الجزيرة إحياء 17 أكتوبر 19 مايو 5 جوليا 1 من نوفمبر، كل هذا يكون عمل هذا من على الصعيد الثقافي، كذلك على الصعيد الديني، لأنه الآن فيه تيارات متطرفة تريد أن تستحوذ وتسيطر، وفي تيارات أخرى التي تريد أن تضعف يعني مسجد باريس لأنه عنده يعني توجه وخطاب يعني وسطي وهو يعني مالكي إلى آخره. هذا يوجب كذلك يعني مرافقة التيارات التي تعمل في هذا الاتجاه، ثم فتح يعني للجامعين للاطباء للعلميين للباحثين للاساتذه، ناس اللي عندهم مهارات وان صور ثانيا ان شاء الله دو بارتاجي دو لابورتي جوستومون فيما تبنيه وما قد تشهده الجزائر مستقبلا. اعتقد انه الامر يتعلق باراده ويتعلق برؤيه شامله ويتعلق بايجاد يعني كذلك اليات عمليه تسمح لهذه المجموعه ان تنخرط بشكل ايجابي بشكل علمي بشكل ذكي، وتكون اعتقد الاضافه ان شاء الله استاذ اكيد، واعتقد ان الجزائر لها من الامكانات ما يؤهلها لتكون قوه ناشئه، واذا يعني وجدت الاليات التي تسمح ان شاء الله ان شاء الله استاذ عبد القادر حدوش. اكيد الفكره اكيد وصل استاذ عبد القادر حدوش، استاذ الدكتور عبد القادر حدوش الاستاذ الجامعي ونائب البرلمان يعني الجاليه السابقه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله سيدي الكريم، كنت معنا على المباشر من فرنسا.